نورين والله غالب نطلع لنا خلاص طبط والله لا طبط بجديات فهمتني في مواطن والله ما فاهم قصة البحر وفاهم من البيجي هر في الهجرة وفاهم من البيجي يطلع هيك لا يا حبيبي راه نشهد بيه كلام هو نحلف بيه قدام مصعب قدام شايبين الزاوية الكل وقدام ناس ليبيا الكل راه بجديات راه نجي نقامز قدام الناس هيك نقول عبد الرحمن ما تنهرب حاجة تعال يا فلان اعطيني دليل وتفضل والله ما كسبت منها النافطة ليترا ولا عمري طلعت فيها قطرة والناس الزاوية كلها تفهم بيه الكلام هو اني انا طلعت قطرة نافطة لا انا كلبي تطلع النفط لما نشد في البابور كنت لما يساوموا فيه بالخمسة مليون بالستة مليون بالاربعة مليون كنت نقدر ندخل المصفاة وننزلها النفطة ونبيعها وندير لكن هنا من بيشي كلامه ما ندرش ندير وسط فيش يوم حتى لما صار مجلس لما الزر القرار بتاع عبد الرحمن انك تسلم نقطة سلمتها ما عرضتش يجو زوارق من مصراتها ويجو زوارق من طرابلس يخش يعبوا في المصفاة يتصلوا بينا نعاونوهم فقط لغير لكن في ناس تهرب ونعرفوهم بالاسم ونذكرهم بالاسم الى اليوم من منطقة مطرط الزاوية كذا نعرفوهم بالاسم لكن مجيش تقول بيجي هرب في ناس تصدر انها البيجي عندها ممكن 50 مليون 60 مليون 30 مليون لا يا حبيبي ورحمة خوي ما فيه كلام توم من بلا انتو كان رزمانكم توم في الحوش 30 ألف ولا 100 ألف ورحمة خوي ما عندي فقش را نزل القرار المدة فاتت بتاع 25 اللي صدروا فيه طوى صفحات الكرامة ان بيجي جمده ومال شن بيجمده يعني يعرفوني الشباب كلهم شن بيجمده تقريبا وما حاربنا احنا يرى حارباتها نقطة المصفاة انت حارس سواح الزاوية يرى اسل تاريخها تو يحكولك يرى ويعرفوا الناس اللي هربوا والله نذكرهم حتى بالاسم لكن من بيجي نحارب مدينتي يعرفوا الناس اللي هربوا لكن حاربت والله زمان ويشهدوا بيه للتاريخة